اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. اما بالليل فالجو هيكون معتدل رطب على كل الانحاء. النهارده في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه وسط سيناء، وكمان في نشاط للرياح على سواحل البحرين الاحمر والمتوسط، وده هيؤدي لارتفاع الامواج بحوالي مترين لمترين ونص، ده غير انه في ارتفاع في نسب الرطوبه الصبح، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين درجتين لثلاث درجات. لتفاصيل اكتر خلونا نروح لدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. يعني بقى لنا كام يوم كده والبلاد بتشهد نوعا ما استقرار في درجات الحراره، هل ابتداء من بكره فعلا هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره؟ هو طبعا هيكون ابتداء من بعد غدا من يوم الاحد ان شاء الله هيكون في ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحراره، يعني هتبدا درجات الحراره ترتفع تكون 35 درجه مئويه، مع منتصف الاسبوع هتوصل ل 36 و37 درجه مئويه، هنتحول لاجواء شديده الحراره الرطبه خلال فترات النهار، لان اغلب الكتل الهوائيه تظل قادمه ما بين البحر المتوسط والساحل الغربيه، فتؤدي لارتفاع درجات الحراره واستمرار ارتفاع نسب الرطوبه، فبالتالي درجات الحراره المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه هتوصل ل 39 درجه و40 درجه مئويه، ده طبعا خلال منتصف الاسبوع القادم، لكن اليوم وغدا ان شاء الله مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات ويمكن كمان اقل من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. ما زلنا متأثرين بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط بتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، يمكن نسب الرطوبة هي العامل المهم خلال فصل الصيف اللي بيخلينا نحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. الأجواء هتكون أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب البلاد جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، ده طبعا مع زيادة كمان فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، لكن الأجواء تكون معتدلة رطبة لأن نشاط الرياح هيكون نشاط رياح نسبي هينحصر فقط في المناطق الموجودة في جنوب البلاد، لكن أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد مش هيكون عليها نشاط رياح، فهنحس أكتر بارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل. بالإضافة أيضا متوقع استمرار تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، لكن زي ما بنقول هي شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش تماما على حركة المرور، لكن بتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، دايما نخلي بالنا منها والقيادة تبقى دايما بهدوء وحذر شديد في ميعاد تكون الشبورة المائية، لكن هي بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني على الساعة 6 صباحا الشبورة المائية بتتلاشى تماما. بالإضافة كمان ما زلنا متأثرين بنشاط رياح الموجود على مسطح البحرين الأحمر والمتوسط، سرعات رياح على البحر بتوصل ل 50 كيلو متر على الساعة، فده بدوره بيؤدي لارتفاع الامواج اللي بتوصل ل 2.5 متر على البحر المتوسط والبحر الاحمر، فدايما التحذير هنا من الساده المصيفين، عاوزين دايما نبقى موجودين في اماكن قريبه من الشاطئ، بلاش التعمق داخل البحر المتوسط او حتى كمان البحر الاحمر. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتابع درجات الحراره المتوقعه، والبدايه هتكون من القاهره، بتسجل العظمى في القاهرة 34 والصغرى بتسجل 24، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى بتسجل 22، سيوة العظمى 35 والصغرى 20، بورسعيد العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، دمياط العظمى 29 والصغرى بتسجل 24، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 24، السويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 24. هنروح للعريش العظمى 31 والصغرى بتسجل 24، سان كاترين العظمى 32 والصغرى 18، طابة العظمى 33 والصغرى بتسجل 24، شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، الغردقة العظمى 37 والصغرى بتسجل 27،
الفيوم العظمى 34 والصغرى بتسجل 23، بني سويف العظمى 35 والصغرى بتسجل 23، المنيا العظمى كمان 35 والصغرى كمان بتسجل 23. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 35 والصغرى بتسجل 23، سوهاج العظمى 36 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 37 والصغرى 26، الأقصر العظمى 38 والصغرى 27، أسوان والوادي الجديد بيسجلوا أعلى عظمى النهارده وهي 39، الصغرى في أسوان بتسجل 28 وفي الوادي الجديد بتسجل 27، شلاتين العظمى 36 والصغرى 27، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر، إليكم. شكرا ليك يا ليندا.